لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. سبب وفاة الفنانة التونسية ليلى الطرابلسي. رحلت الفنانة التونسية ليلى الطرابلسي عن عالمنا اليوم السبت ونعتها نقابة مهن الفنون الدرامية وتم تشييع جنازتها عقب صلاة الظهر. من هي الفنانة ليلى الطرابلسي؟ ليلى الطرابلسي المصمودي ممثلة تونسية قدمت الكثير من المسرحيات وشاركت بأعمال درامية. أبرز الأعمال التي قدمتها مسلسل حياة وأماني عام 2006 ومسلسل دار الخلاعة عام 2010 وعنقود الغضب 2012 ومسلسل المايسترو 2019. وفي السينما شاركت ليلى الطرابلسي في فيلم مشكي وعاود عام 2020، عملت مع نجوم الفن ومنهم لطيفة القفصي وصلاح مصدق، المخرج قيس شقير والموسيقار رياض الفاري. آخر أعمالها مسلسل إذاعي يحمل اسم الموسوس عام 2021. وتوفيت الفنانة ليلى الطرابلسي وحزنت الجميع عليها. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.